السلام عليكم ورحمة الله. الدرس التاني في الأكسس هيكون عن واحدة من أهم الحاجات اللي موجودة في الجداول الأكسس، وهي الداتا فاليديشن أو التحقق من صحة البيانات المدخلة. يعني إيه؟ يعني مثلا تخيل إن في واحد جه يبدأ يدخل بيان، مثلا عارف مين، وجي عند السن وبدل ما يدوس تاب عشان ينقل للسن، راح نقل بالماوس وبدل ما يكتب 30 كتب بالطريقة دي وكمل عادي جدا، هيكمل باقي التفاصيل، مفيش حاجة تقوله بتعمل ايه. طيب ايه الفكرة هنا بقى؟ الفكرة ان انا عاوز الاكسس هو اللي تشيك، هو اللي يفحص البيانات المدخلة ويشوفها هل هي مطابقة للشروط اللي انا هحطها له ولا لا. يعني مثلا انا عايز اقول ابسط مثال، عايز اقول ان ما ينفعش تدخل لي سن اكتر من 60 مثلا، او اكتر من 65، او في المرتب، او في اي حاجه تانية انت عاوزها. المهم خلاص الكلام، انت عاوز تعمل فاليديشن اللي هو التحقق من صحه البيانات المدخله. خلينا في الاول تختار الفيلد او الجدول، سوري الفيلد او العمود اللي هتعمل عليه الموضوع ده، وليكن مثلا عمود السن. احدده في الاول، اعمل عليه سيلكت، بعدين هطلع فوق على تاب فيلدز، ومنها هاخد ده فاليديشن، منها هاخد فاليديشن التحقق. اول اختيار عندي فيلد فاليديشن رول، قاعدة التحقق من الحقل، وهنا حط الرول اللي انت عاوزها. انا عاوز ان السن مثلا لازم يكون اقل من 60، عادي تعالى اقول له اقل من مثلا خلينا نقول 65. طب في نفس الوقت انا برضو عايزه يكون، ما يكونش مثلا اقل من 65، اقل من 65. بس لو جه واحد مثلا دخل السن 2، جه دخل 22 فكتب 2، هل كده الاكسس هيعترض؟ لا، هيقبلها، لان انت بتقول له اقل من 65. اوكي عظيم، يبقى انا بدل ما اقول له اقل من 65 بس، لا انا هكمل اقول له اقل من 65 مثلا اند، يعني و خلينا نقول مثلا اكبر من 22. كده بقى كل اللي اكبر من 22 وكمان اقل من 64. هندوس اوكي. هنا بس بيطلب مني، بيقول لي ان في عندك بيانات مخالفه في الاعدادات السابقه، يعني في مدخل بيانات غلط قبل كده. مش مشكله، هدوس يس. ودلوقتي لو حاولت ان انا اكتب اي بيان جديد مثلا 3، لما هخرج لا بيرفض البيان ده تماما. لو كتبت رقم كبير برضه بيرفضه، بيقبل بس اللي في الرينج ده. الفكرة بتاعت الداتا فاليديشن. شكرا.